إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وكفوا عما نهى عنه وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، ذكر الله تعالى من أفضل القربات وأجل الطاعات وأعظم العبادات، ومن الباقيات الصالحات، به ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأعظم الذكر عند الله وأزكاه كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي شعار الإسلام والفيصل بين أهل الشرك والإيمان، وهي مفتاح الجنة وثمنها، وهي معراج العباد إلى ربهم، لأجلها خلق الخلق،